الكيسان، الكيسان شحال عندهم معنا باش نديهم لهير فين حنا جالسين. انتوما ها الكيس الواحد ديال التيفوغات اللي ما عرفش التيغاني مين، غادي نوري لكم فين جايه التيغاني مين هذه ان شاء الله بحول الله. تعرفوا غرا قريب البركان بواحد 10 كيلومتر تقريبا، وفيها واحد الدار. شوف راه مريض بالرجل، مهرسين له ديك الصابويات مهرسين له. كاين شي ديور هنا قدام هنايا، هذه كما كتشوفوا هذه هي منطقة تيغاني مين، والمقبرة هي الفوق لهيا. المقبرة كما تشوفوا واحد المنظر رائع زعما الصراحة، اللي حتى اللي بغى يجي عنده الإمكانيات، عنده طوموبيل، عنده هذا، يجي لهاد البلاصة هنا ويجيب العائلة ديالو ويجلس هنا ويتسالى هنا مع راسو مع الطبيعة. أنا قلت لهم راه كاين البيت اللي فيها. غادي نديو البراد والكيسان، ها هما الكيسان ديالهم هنا، الكيسان الكيسان شحال عندهم معنا باش نديهم لهير فين حنا جالسين. انتوما ها الكيسان، الكيسان البراد والبراد، ها هو البراد وشنو اخر، ها هو الكيسان والبراد و واش كاين شي شويه اخرى زياده هنايا، هنا ما كاينش شويه هنا. نقلبوا على شي موس هنا، راه غير المغارف الباصا. كلشي اللي بغى يجي هنايا مرحبا به، يجي في هذه المنطقه ديال التيغاني مين، يجي هنايا يطيب. كلشي كاين في هذا البيت هنا، وكاين الطبيعه والغابه، يجي مع العائله ديالو ولا يطيب هنايا. كلشي كاين، كلشي موجود فاش ما قلبتو كاين. لا زين نديرو ليه شويه بلا ما نبقاو نفخرو هنا. فين يا صحتكم، ها انتم ندير واحد شويه ان شاء الله اليوم، تشوفوا اليوم الاحد نبغي ندير واحد الجوله مع الاصدقاء هنايا في التيغاني مين، يعني النواحي ديال التيفوغات اللي ما عرفش التيغاني مين، غادي نوري لكم فين جايه التيغاني مين هذه ان شاء الله بحول الله. تعرفوا راه قريب البركان بواحد 10 كيلومتر تقريبا، وفيها واحد الدار فيها كلشي. ديك الدار هذيك اللي بغى يجي يجي مع والو، كلشي فيها الماء عندي الثياب، كلشي الثياب اللي بغى يطيب يطيب فيها، يشوي فيها، كلشي فيها. خصكم حتى شي حاجة، تشوفوا خاويين، تشوفوا غير الماكلة معاكم.
نطفيها ولا جبتها تنطفى النار وياك تنطفى النار باش ندوي نشوي مخرج تعمره كامل ولا نص؟ بسم الله كما تشوفوا هنايا ان شاء الله غادي نشويو هذا اللحم ومن بعدها ها هو عندنا الدجاج ها هو الدجاج ها هو غادي نعاود الدجاج نشويه ان شاء الله كما تشوفوا هنايا في المنطقه ديال تيغانيمين يعني منطقه ديال تيبوغان تقريبا واحد 10 كيلومتر على بالك تقريبا جايه بواحد الغابه وحدها واحد المقبره تما واحد المقبره راه كاينه تما وكاين واحد البيت اللي بغى يجي هنا العائله ديالو فيها كلشي الماتريال فيها ديال الماء كلشي الانسان يجي معاه ما ياكل فيها والمجبر ولا كلشي كاين يجي مع الفاخر ولا كلشي يجي بين ما تلقى البصل كيس المقرش الحسيرة كلشي كلشي كاين كما تشوفوا حنا جبنا معنا الطوابل هنايا الكراسة هادو جبناهم معنا هادو معنا ولكن الداخل راه كاين الحسيرة كاين كلشي كما تشوفوا ان شاء الله غادي تيجيو النار هاطيب واجد ان شاء الله هنايا هنايا المنطقة ديال تيغانيمين ها هو المجمر هنايا حنا كنديرو نديرو الاتاي نديرو براد نعمرو الماء المقراش باش نديرو اتاي من بعدها تسكت شويه النار تنطفى ونديرو فيها عاد نشوفو فيها اللحم ان شاء الله بحول الله النار النار نار بلا بلا نديرها شويه شوف زمره ولا تطيح اللحمة غادي تطيح اش راه دير مو هذا لها تبلع الحياة ديال المشوش زيكا هاري ما تحركهاش هاري لا هذاك غادي يطيح هذاك انت صحبتي انت اللي دير البراد البراد تاعي وها الشوية ها هي ها هي خويا وليد ها اللي في خاطرك الشوية راها طالعة واش تعرف كي دايرها ولا شفت عليا ياوا يا خويا والدها يا والدها فيها نعم